تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة مهرجان البحرين أولاً 2016 والذي نظمته وزارة التربية والتعليم للعام العاشر على التوالي، وذلك عصر اليوم باستاد البحرين الوطني. نعم فاطمة، فلدى وصول موكب جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، حيث قوبل جلالته بالترحاب والهتاف من قبل المشاركين في المهرجان والذين تقدر أعدادهم بحوالي 34 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة. هذا وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم ألقي عرفاء الحفل وهم الأستاذة منى الحلواجي من مدرسة جد حفص الابتدائية للبنين، والطالب كميل الصايغ من المعهد الديني الجعفري، والطالبة نهى أحمد من مدرسة المعرفة الثانوية للبنات كلمات ترحيبية أمام جلالة الملك المفدى. جاء فيها: حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، مناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى 45 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كامرة العضوية، وذكرى 17 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، يطيب لنا أن نرحب بتشريف جلالتكم احتفال وزارة التربية والتعليم بهذه المناسبة العزيزة التي نحتفي بها للعام العاشر على التوالي. أبي أسمع صوتكم كلكم، كلنا نقول في صوت واحد وقلب واحد بأعلى أصواتكم: عاش عاش بو سلمان، عاش عاش بو سلمان، عاشت عاش الوطن، عاش الوطن، عاش الوطن، عاش الوطن، أعلى عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك.
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. يتفضل الآن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بإلقاء كلمة الوزارة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام، الأبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل معاني الاعتزاز يشرفني أن أقف بين يدي جلالتكم الكريم في هذا المهرجان الوطني الطلابي الكبير الذي يتشرف برعايتكم الكريمة، لأعبر لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منتسب الوزارة والجامعات وطلبة المدارس الحكومية والخاصة وأولياء أمورهم الكرام، عن أسمى معاني الشكر والعرفان والامتنان لتفضل جلالتكم برعايتكم المستمرة التي يفخر بها طلبة البحرين الذين يحتفلون بنسخته العاشرة هذا العام. فشكراً لكم يا صاحب الجلالة، يا من تقدرون الطلبة وتحرصون على رقيهم. إن الحضور الكبير لجيل أبو سلمان في هذا المكان الذي يسهو بحضوركم الكريم هو وجه من وجوه الوحدة والروح الوطنية البحرينية الأصيلة والاعتزاز بهويتنا العربية الإسلامية التي تحرصون جلالتكم على ترسيخها في نفوس الأجيال. إن من المسيرة التعليمية المباركة تحقق اليوم تقدماً كبيراً من خلال ما تنفذه الوزارة من المشاريع التطويرية المتنوعة بفضل ما تلقاه من رعاية واهتمام من جلالتكم. ومن أهم هذه المشاريع على سبيل المثال وليس الحصر المشروعان الكبيران اللذان جاء تنفيذاً لتوجيهاتكم الكريمة المباشرة، وهما التمكين الرقمي في التعليم الذي يعد امتداداً لمشروع جلالتكم لمدارس المستقبل، وكذلك مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان الذي يهدف إلى تحويل المدرسة إلى فضاء للمواطنة والتسامح والعيش المشترك وتقبل الرأي والرأي الآخر، تلك القيم الحضارية التي شجعتم جلالتكم عليها، حيث أصبح نموذج هذه المدارس محل الإعجاب والتقدير من قبل العديد من الجهات ذات العلاقة بالتعليم أو المعنية بحقوق الإنسان. وكذلك وصلتنا الكثير من الرقابات للاستفادة من هذه التجربة البحرينية الرائدة. وانطلاقاً من توجيهاتكم الكريمة، فقد توسعت الوزارة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نفذت الوزارة خلال هذا العام أي عام دراسي واحد أكثر من 4000 نشاط طلابي بهدف رعايتهم وتنميتهم باعتبارهم ثروة المطر حاضرة ومستقبلة. كما يسعدني أن أهني جلالتكم بهذه المناسبة بالنتائج المشرفة التي حققها جيل أبو سلمان طلبة مملكة البحرين في الاختبارات الدولية التمس 2015 للرياضيات والعلوم، إذ حافظت مملكة البحرين على المركز الأول عربياً في علوم الصف الرابع لدورتين متتاليتين،
والمحافظة على المركز الثاني عربياً في علوم الصف الثاني الإعدادي لدورتين متتاليتين، وحقق طلبتها المركز الثاني عربياً في الرياضيات الصف الرابع، والتقدم من المركز الخامس إلى المركز الثاني عربياً للرياضيات الثاني الإعدادي، ومما يدعو إلى الاعتزاز ما حققه طلبة مملكة البحرين من تحسين وتطور على صعيد الدول المشاركة، وهو حصولهم على 45 نقطة معيارية، وهي أعلى نسبة بين الدول المشاركة في اختبارات التمس. وكذلك حصول مملكة البحرين على المركز الأول بين الدول المشاركة في اختبارات الاستراتيجية العددية تمس 2015، مما يجعلنا نشعر بالمزيد من الثقة في نظامنا التعليمي المتطور. شاكراً الأبناء الذين شاركوا في هذه الاختبارات، وعددهم 22,000 طالب وطالبة ومعلميهم الكرام، وكل من أسهم في تحقيق هذه النتائج المشرفة لما بذلوه من جهد متواصل في هذه الاختبارات التي تتصف بالصعوبة والدقة والإشراف المباشر والصارم من الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، والتي تعد تقاريرها من أهم المراجع في تقييم الأداء التعليمي والتنموي على مستوى الدولي. سيدي صاحب الجلالة، ختاماً، كل الشكر والتقدير إلى جميع من أسهم في إعداد هذا البرنامج وهذا المهرجان ومتابعة دعمه والمشاركة فيه، والشكر موصول إلى أولياء الأمور، مقدراً بكل الاعتزاز الرغبة الصادقة من المزيد من الأبناء الطلبة في المشاركة في هذا المهرجان الوطني، ولم تتح لهم الفرصة لمحدودية المكان. والشكر موصول للمدارس على جهودهم في تنظيم الفعاليات والاحتفالات في العديد من المناسبات الوطنية. سيدي حضرة صاحب الجلالة، الحضور الكرام، أعرب لجلالة الملك عن خالص الشكر والامتنان لتوجيهاتكم الكريمة على منح طلبة المدارس الحكومية والخاصة إجازة غداً الخميس. جلالتكم حفظكم الله لهم على ما بذلوه من جهود خلال هذا المهرجان، وسوف نظل على العهد دائما مرددين بصوت واحد: عاش الملك، عاش الملك، والله تعالى يحفظكم ذخرا لشعبكم الوفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تشرف وزير التربية والتعليم بتقديم هدية تذكارية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاقة مهرجان البحرين أولاً. بسم الله الرحمن الرحيم. الأساتذة الأفاضل،
أبنائي وبناتي الأعزاء، أولياء الأمور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذه المناسبة التربوية المتجددة في روحها الوطنية الجميلة والمستمرة منذ عقد من الزمان، كأصدق منبر لأبنائنا وبناتنا يعبرون من خلاله عن طيب مشاعرهم وعن حسهم الوطني المخلص في حب البحرين الغالية، الأمر الذي يأتي محل اعتزازنا وتقديرنا. الأبناء الأعزاء، أهنئكم على النتائج الطيبة التي تحققت في المشاركات العلمية والاختبارات الدولية، والتي أثبتتم فيها قدرة العقل البحريني على المنافسة وتحقيق الريادة في حمل راية البناء الوطني من أجل المستقبل المشرق الذي نتطلع له جميعاً. ونؤكد بأن التعليم كان ولا يزال محل عنايتنا ورعايتنا لما له من دور مؤثر في تنمية الإنسان والوطن وتعزيز هويتنا البحرينية الأصيلة. ومن أجل إثراء المسيرة التعليمية والحفاظ على ريادة مملكة البحرين في هذا المجال، منذ انطلاق التعليم النظامي بتأسيس مدرسة الهداية الخليفية عام 1919 من القرن الماضي، فإننا نوجه وزارة التربية والتعليم إلى البدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتطوير هذه المدرسة لتكون جامعة وطنية جديدة في مدينة المحرق العريقة. وأن تتميز ببرامجها الأكاديمية وتخصصاتها العلمية لتسهم بفعالية في عملية التنمية الشاملة في وطننا العزيز. وختاماً، نشكر كل من أسهم في الاحتفاء بأعياد الوطن المجيدة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح، وكل عام وأنتم بخير. والآن قصيدة بعنوان رؤيا جلالتكم، من تأليف الأستاذ عقيل جعفر من المعهد الديني الجعفري، وإلقاء الطالب مناف أحمد الشيخ من المعهد الديني الجعفري. اسمح لنا يا صاحب الجلالة، قصيدة بعنوان رؤيا جلالتكم. رؤيا جلالتكم وحلم أخضر، مهما نفسره فلا يتفسر. أشرقت في البحرين حتى أصبحت بحر الحنان،
17 مذعلة وتعروشها زهوة تهادت بالعلا تتبختر إني رأيتك محض حلم حقيقة من يا ترى من يا ترى لرؤى الملوك يعبر يا أيها المجد المسطر بالمدى قم وافتنا فيما نراه ونبصره ماذا هنالك ماذا هنالك ذاك بدرك قربنا أم أن وجهك في المعالي مقمر ضاءت بكم سبل المعارف وارتقت فكأنما التعليم صبح مصفر وغدت مدارسنا معززة إلى روح المواطنة التي بك تنشر بمدارس مستقبل ازدهر العلا من ذا سواكم للمدارس يعمر وغدت مدارسنا معززة إلى روح المواطنة التي بك تنشر بمدارس المستقبل ازدهر العلا من ذا سواكم للمدارس يعمر شهد اختبار التمس إنجازاتنا فبعزمنا الدنيا تشب وتكبر بلغت خطاك النجم قبل مسيرها فكأنما اختصرت بعامك أعصر فعقولنا جهلت حدود خيالكم تمكينها الرقمي منك محير تلك الحضارة في رباك ترعرعت فيداك غيم كل فصل تمطر ما زلت تزرع والسنابل ترتقي ونظل نحصد والجنائن تثمر وتظل رؤيا بالقلوب وحلمنا وقصيدة فيها الجلال معطر وقصيدة فيها الجلال معطر عاش الملك عاش الملك عاش عاش بوسلمان أنا الطالب كميل علي الصايغ من المعهد الديني الجعفري تحية وفاء وتقدير من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من إلقاء الطالب سيد محمد سيد حيدر الموسوي من مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين اسمح لي يا قائدي بوسلمان أن أهنيك على إنجاز مملكة البحرين في امتحان التمس باسم جميع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعدون بالمئات أشكرك على توجيهاتك بأن ترعانا وزارة التربية والتعليم واليوم هناك أكثر من 75 مدرسة بأسياسة الدمج لقد منحت لنا آمالاً في الحياة خليتنا نحس أن إحنا ناس فاعلين في المجتمع وعطيتنا أكبر دافع من خلال البعثات اللي وفرتوها لنا بالمجان فلك الشكر منا وإن شاء الله تكون هذه الأعمال في ميزان حسناتك أنت ملك الإنسانية والسلام عليكم عاش عاش بوسلمان عاش عاش بوسلمان الآن نبقى مع أوبريت حمد المجد يجمعنا
جئنا لنروي لكم حكاية رجال حملوا على عاتقهم الحفاظ على أرض البحرين وحمايتها من كل غادر. منذ أكثر من 300 عام، عندما غشي هذه الأرض الظلم والاستبداد، تعالت الأصوات ونادت: من ينقذنا؟ من يعيد لهذه الأرض وجهها؟ من يعيد لهذه الأرض لغتها؟ من يعيد لهذه الأرض عروبتها؟ فكان لها آل خليفة الذين أشرقت سيوفهم تلبي النداء وتغيث الملهوفين، وصوت صهيل خيلهم تقول: أبشروا فالصبح قادم. الصبح قادم ومعه حكاية العصر. ومن هنا بدأت حكاية الوطن، وما أجملها من حكاية. عندما يكون للإنسان وطن يرعاه آل خليفة، ليصبح للبحرين اسم ومعنى. يا الله، كم تاريخنا حافل بالمجد! ليس هذا فحسب، ففي مطلع القرن الماضي بدأت الرحلة في بناء الدولة الحديثة برجال ورثوا المجد كابراً عن كابر، منذ عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه. انتظر، انتظر أيها التاريخ، نحن من سيكمل الحكاية. فعندما أشرقت عيوننا برؤية صانع الميثاق، بان النهضة ملك المحبة الذي بفضله وصلنا إلى التمكين الرقمي والتطور في التعليم لأعلى المستويات. حبك بابا حمد، أنا واحدة من أيتام البحرين، راح أبوي والحين أنت أبوي. يا من عوضني غياب أبوي وعوضت غيري، صج صج إنك أبو الجميع. صج إني فقدت أبوي إلا إني ما شعرت بحاجة شيء، بفضل اللي تقدمه لنا يا صاحب الجلالة، وقلبك العطوف يشعرنا بدفء الأبوة. والله نحبك ونحب مملكتنا ونحب رايتنا اللي حملت أركان الإسلام الخمسة، وأنت يا مولاي طبقت قول وفعل. والله والله نحبك.
البحرين أرض النور فيها الطيب مثل النجوم ترقص في ليالينا. البحرين أرض النور فيها الطيب مثل النجوم ترقص في ليالينا. واسمها كل مكان نروح وسط الروح يسبق بالهوى أجمل أسامينا. أسعى خطانا في دروب الخير دوما عرفانا وتلاقينا على درب الهدى نعمة جل بها المولى أحبانا. يا سلام يا سلام وتآخينا على نهج الأولى سبقونا في ذرى الأمجاد كان آمل قد راود القلب ضحا وبه الجهد مع العصر آتانا. يا سلام طيبة أهلنا الوحدة جماعتنا في السعودية حققنا المنى والإمارات بها كان لقانا. فإذا الأقطار قطر واحد قطرا كانت كويتا أو عمانا. يا سلام الوحدة جماعتنا. يا سلام الله يا سلام يا سلام. وكذا البحرين كانت موئلا. Thank you.
سما دار العريب انساسا اسكبت من سلسبيل مستمر يا عساسك يا خير الناس منظر الرضا نحبات المطر كسوة بريس مخضر بالماسها سلوة النفس وسرور للنظر تسكي دار الوايلي وغراسها الملك السمح والذكر العطر من سما بالدار وعلى أساسها يعسف العسرات بسراج الفكر من حسبها ثم درسها وساسها ساعة اللي ضاع عن غير النظر يضرب أخماس على أستاسها ألف ياسين على السيف الأغر حمد اللي للمعالي راسها Thank you.
وفي ختام الحفل ودع عاهل البلاد المفدى بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب. وفي تصريح بمناسبة ما تفضل به جلالة الملك المفدى من توجيه ملكي سام إلى وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتطوير مدرسة الهداية الخليفية لتكون جامعة وطنية جديدة في مدينة المحرق العريقة، أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بهذه المبادرة الملكية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الذي يوليه جلالته حفظه الله للاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساساً للتنمية في شتى الميادين، مثمناً اختيار العاهل المفدى لمدرسة الهداية الخليفية لإنشاء هذا المشروع التعليمي الكبير باعتبارها رمزاً للريادة في التعليم في المملكة، حيث تم إنشاؤها في العام 1919 كأول مدرسة بحرينية.